يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصوم 3 أيام من كل شهر فهل يرجى أن يكون من الصائمين الذين يدعون من باب الريان؟ إن شاء الله لو صام 3 أيام من كل شهر كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صام الفريضة وصام معها ما تيسر من النوافل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الصائمين. نعم.